الكمية التي سيتم تسويقها انطلاقا من المرحلة الأولى هي 100 سومي رومورك في النهار، باش نهضروا لغة تفهموها، 100 سومي رومورك في النهار، كل يوم لازم منا تخرج 100 شاحنة تاع 20 طن، ما يعادل 2000 طن. يعني احنا قلنا ما ندخلوش في عملية التسويق حتى نكونوا متمكنين من الكمية المنتجة، خاطر النوعيات تمكني فيها 15 يوم تتمكني فيها، لكن الكمية المنتجة عندي تجربة وعندي مهندسين ومديرين لهنا عندهم تجربة في مصانع أخرى، عمرك ما تقلعيها 2000. دونك اون فا فوار كونت اس كون فا ديماري ا 2000 اي اس كون فا اتيندر لي 2000. فقد شيء لا يعطيه، مانيش عارف وقتها نوصلوا لل 2000. اما سكي سور سكي نتمكنوا من نوعية تاع الانتاج وكمية لاباس بها، مثلا 1000 طن يوميا، خلاص نبداو عملية التسويق. وشنو التعهدات اللي نديروها تاع 1000 طن، ما نروحش نبيع حاجة ما عنديش. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.